سمك صحي. فنه؟ إذا كنت سمك صحي. حلو قوي. إيه؟ واحدة؟ زعل لا هاي هاي. يروح واحدة؟ لا تشكر. ده هاي لا والله. طعم حلو جدا. لا أنا الشيف. أنا الشيف. بس هو إيه؟ حلو قوي. خلصت كده. ده يبعد عنه بقى. يبعد عنه سنين. ظريف قوي على فكره. عارفه زي المدوية حضرتك زي 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 عود جرجير او حاجه يعني طعم حلو قوي وبعدين بروتينات المفروض كله. بروتينات يعني جينا على ده. نعم؟ اه لا بس مغذي طبعا قيمه غذائيه طبعا مش عاوزه كلام. بس بيقرقع شويه بسيطه. مش وحش والله. هو لما تتعودي عليه حضرتك لا عادي يعني خالص. الشرف انك تحكي لحضرتك ايه؟ بس الحقيقة موري بجد. تدوي واحدة حضرتك؟ مش يعني طعمه مستساع جدا. وبعدين الحياة تجارب يعني جربي مرة واحدة حضرتك بعد كده هتبقي يعني تاكلي سمك رفيع أو صغير بالذات. وبعدين ده من غير السمك ديكا ممكن يبقى طعمه إنما ده لذيذ بشكل ما تصوروش حضرتك. طلع على حضرتك واحدة ثانية. لا. ايه ده؟ انت هتجربي حضرتك؟ يعني انت رافضة حضرتك بس جربي واحدة. انا ممنوع انا بتقرف لوحدي، حاجة زي كده بتعب فيها قوي. ده ما ده يعني حتى شكلا ظريف وبعدين لما تدوقي حضرتك هتغيري رأيك، أنا هطلع على حضرتك واحدة. واحدة صغيرة بس. شوف واحدة صغيرة خالص مش. أنا همسك لك واحدة تكون إيه؟ مستوي يعني مش المستويه اتلخبط. انا ما بقش انا اهي ليه؟ ده في ناس كتير ممكن تاكل بس لو هو العبره بالتجربه الاولانيه حضرتك لو تجربي اول مره خلاص. انا جسمي إيه؟ اشعر والله طعم طعم بشكل غير عادي. بعد اسبوع بعد اسبوع؟ المرة اللي فاتت جيت برضه قلت لي بعد اسبوع. خلصت السمك بتاعك. تاني السمك؟ معقولة؟ والله العظيم. تاني السمك؟ أكل أكل؟ أول ثلاثة برضه. لا تجري وتهزر ولا حاجة. يا ربنا مين ده؟ ماشي والمصحف. شفتي هو والله العظيم دلوقتي حتى بيقولي ده صعب ولا اسمه كل يدوي واحده مسكها لي واكلها؟ لا كان بتقرف انا اهو يا نهار اسود الراجل اللي عدى هنا بس خدي بالك بقى من صعبه يعني بقول لك بعد كده دي لذيذه لذيذه.